أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المشاهدين في برنامجنا الذي خصصناه للحديث عن تاريخ الحركة الإسلامية في الصومال وما زلنا حتى الآن في المرحلة التي سبقت ثورة العسكر في أكتوبر عام 1969 وقد تحدثنا عن الوقائع المتلاحقة التي أدت إلى نشأة حركة إسلامية علنية تشرفنا بحضورك يا دكتور ومرحبا بك مرة أخرى لنكمل برنامجنا. تكلمنا في الحلقة السابقة عن برنامج شباب الحركة التربوي الذي شمل التربية الإيمانية والروحية والأخوية والذي كان يرتكز على منهج تلقي أوامر الإسلام للتنفيذ ونريد الآن أن نعرج على مدى فهم الشباب لأساسيات الإسلام ومفاهيمه فمن واجبهم كدعاة إلى الله أن تكون أساسيات الإسلام ومفاهيمه الأولية واضحة لهم، لأن اختلاط المفاهيم من المشكلات والتحديات التي تواجه العاملين في حقل الدعوة اليوم. ونرجو من حضرتك أن تحدثنا عن مدى استيعاب الشباب لحقائق الإسلام وقضاياه الأساسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله. الحمد لله. إيه، من والحمد الواضح إيه كتا... جدا أن قيام أولئك الشباب بدور الدعوة إلى الله في مجتمع أجمع على محاربتهم وتحملهم في سبيل الدعوة كل ما كانوا يلاقونه من أذى لم يأت من فراغ بل كان نتيجة لفهم صحيح للإسلام فكانوا على بينة من أمرهم وعلى وعي تام لمقتضيات دعوتهم للناس وما كان ليتسنى لهم القيام بهذه المهمة دون فهم صحيح ورؤيه واضحه لقضايا الاسلام الاساسيه ساحاول الاجابه عن سؤالك باختصار مع انه سؤال تطول اجابته ويصعب اختزالها في حلقه كهذه يمكنني القول بان الله فتح لاولئك الشباب بابا في فهم اساسيات الاسلام واول تلك الاساسيات التي كانت غريبه على افهام الناس في تلك الفتره هي شموليه الاسلام لكل جوانب الحياه الجانب السياسي والاقتصادي والعادات وكل شيء في هذه الحياة، ففهم الشباب شمولية الإسلام، بينما كان فهم أغلب الناس للإسلام مقتصرًا على أداء الشعائر التعبدية مثل الصلاة والصيام فقط، ولم يكونوا يفهمونه على أنه منهج شامل لكل جوانب الحياة، وانحسر مفهوم الإسلام في أذهان الناس إلى مفهوم ضيق جدًا، وكان هذا الانحسار نتيجة للمخططات الماكرة التي قام بها المستعمر لهدم الإسلام. حيث عمل جاهدا على أن يفهم الناس الإسلام بالصورة الهزيلة التي يفهمها المسيحيون لدينهم وهي ما يعبرون عنه بقولهم دعم لقيصر لقيصر وما لله لله ويقصدون بذلك أن المسيحية يكفيه لكي يكون متدينا أن يذهب إلى الكنيسة يوم الأحد ثم لا يكون لبقية شؤون حياته أي علاقة أو دخل بالدين وكان هذا هو فهم المسيحيين لدينهم وهو بعيد عن الدين الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام، وقد نقل المستعمر الى المسلمين مثل تلك الفكره، واستطاع بالتدريج ان يقنع الناس بانهم ما يزالوا مسلمين ما داموا يصلون ويصومون ويحتفلون باعياد المسلمين. وان تركوا حكم البلاد للمستعمر ليضع لهم الدساتير والقوانين التي تنظم حياه الناس بدلا من شريعه الله. ومن الامور المخزيه ان المسلمين بعد استقلال بلادهم ومغادرة المستعمر لم يقوموا بالتخلص من قوانين الكفار وأنظمتهم والعودة إلى الإسلام، ولم يطالبوا بتحكيم كتاب الله وشريعته التي كانوا يحتكمون إليها طوال 13 قرنا خلت، لأن سلطات الاحتلال قامت بتغيير تصوراتهم وطريقة تفكيرهم حتى صاروا يعتقدون بأن قانون الغرب هو الأصلح لهم، وهكذا تقبلوا كل ما ورثوه من النظام الغربي من قوانين ودساتير ولم يغيروا او يفكروا في تغييرها. اما شباب الحركه فقد فهموا انه لا يمكنهم اعاده الاسلام كما كان قبل هذا التحريف الا باعاده دوله الاسلام وهيمنه الشريعه الاسلاميه على جميع نواحي الحياه. هذا يعني ان مفهوم الناس للاسلام في العالم الاسلامي انحسر حتى صار مرادفا لكلمه ريليجن عند المسيحيين. التي تنحصر في الإعتقاد في الضمير وأداء الشعائر في الكنائس. وانتقل هذا المفهوم الطيق إلى الناس في العالم الإسلامي، فأصبحوا يعتقدون أن الإسلام ليس سوى عقيدة في الضمير وشعائر تعبدية. أما جوانب الحياة الأخرى فللناس أن يتصرفوا فيها كما يشاؤون. وكان لهذا المفهوم الطيق أثر سلبي على أغلب المسلمين اليوم. وقد أشرت يا دكتور إلى أن أولئك الشباب فهموا الإسلام بمفهومه الصحيح وأنه منهج شامل لكل جوانب الحياة وأنه دين ودولة دين دولة نعم ذلك المفهوم الشامل لمعنى الإسلام هو تصور في غاية الأهمية ويجب أن نفهم أن للإسلام نظامه الخاص لإدارة شؤون الحياة الخاصة والعامة وقد قام الشباب بالدعوة إلى الله في تلك الفترة الصعبة وهم يرون أن على المسلمين أن يرفضوا القوانين التي جاء بها المستعمر وكانوا ينادون بتطبيق الإسلام في واقع الحياة تماما كما كانت في القرون الإسلامية المفضلة ويطالبون بإقامة دولة إسلامية وهذا هو ملخص فهم الشباب للإسلام شكرا جزيلا لك يا دكتور وقد ذكرني حديثك عن المستعمر ودوره الخبيث في إقامة أنظمته في العالم الإسلامي، وتنبه الشباب وتفطنهم لهذا الأمر، وأن الإسلام دين ودولة. ذكرني هذا الحديث ببعض الأدباء الصوماليين، الذين وصفوا الوضع القائم في مدينة هرجيسة عندما كان الناس يحتفلون بإعلان الاستقلال عام 1960، وذكروا في أشعارهم أن الوضع لم يتغير في جوهره وظل على ما كان عليه حتى بعد رفع علم الصومال على مدينه هرجيسا ومن هؤلاء الادباء الشاعر جهاد عبد الجهير الذي وصف في قصيده له ان الوضع في هرجيسا لم يتغير بعد الاستقلال وان كل الذي حدث هو استبدال المستعمر الابيض باخر اسمر لا فرق بينهما سوى اللون وشبه الفرق بين المندوب السامي الانجليزي والرئيس الصومالي الذي خلفه في منصبه

كان كارل هو الحاكم الانجليزي لهرجيس قبيل الاستقلال والشاعر في هذه الابيات كان يريد ان يوضح ان المستعمر لم يغادر في حقيقه الامر ولا فرق بين الرجل الوطني الاسمر الذي حل محل كارل والاستعماري الابيض وقد كان هذا الشاعر من القلائل المدركين لحقيقه الاوضاع وكان يقصد بالرجل الاسمر الرئيس محمد عقاد ويقول اسم الدورين اسم الدورين قال كان دريو دارتك هي قلي اسم الدورين قال كان دريو دارتك هي قلي دش مذاب كسوم على بعد دوب كمودا بس نلا قوم الدير سنة ودرك كارلور لا بد وكما نعلم فإن من أكبر المشكلات التي ظهرت في العالم الإسلامي بعد مغادرة الاستعمار كانت تسليم قيادة البلاد لمن يحملون أسماء المسلمين كمحمد وعلي وعثمان ولكنهم يدينون بالولاء للغرب ومن الشعراء الذين نظموا قصائد بنفس ذلك المعنى الشاعر قاسم قاسم في قصيده القاها في الستينات يقول فيها انه لا فرق بين الانجليزي الذي غادر البلاد والصومالي الذي حل محله ويقول فيها ايضا ما ترجمته صحيح ان رئيسنا اسمر اللون كصومالي ولكنه في الواقع لم يغير شيئا من احوال البلاد ولم يحقق ما كانت الامه ترجوه من رئيسهم ويقول فيها ايضا ان جماعه كارل لم يغادروا البلاد ويقصد بجماعه كارل موظفي الاداره الانجليزيه من الصوماليين وهذا يعني ان برنامج الاستعمار استمر كما هو وخطته في اقصاء الدين كانت مستمره شكرا جزيلا لك يا دكتور ولننتقل الان الى مساله اخرى لها علاقه وثيقه بالقضيه السابقه قضيه من القضايا الاساسيه في فهم الدين وهي قضيه الحكم ومعناها ان يكون الحكم لله وحده سبحانه وهي القضيه المعروفه اصطلاحا بقضيه الحاكميه حدثنا يا دكتور مشكورا عن هذه القضيه في تصور الشباب وكيف كانوا يفهمون قضايا الحكم والسياسه والاداره والقوانين وما هو موقفهم من تلك القضية؟ قوانين لعلك تذكر يا دكتور حديثنا السابق عن المنابع الأولى التي استقى منها أولئك الشباب مبادئ حركتهم وتأثرهم في البداية بشيخهم محمد عيسى وشعاره المشهور الآية القرآنية "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" وتركيز ذلك الشيخ في دعوته على أن يكون الحكم لله وحده وأن أي شخص ينحي شريعة الله عن الحياة، ويشرع للناس من عنده، ويجبرهم على طاعته واتباعه، طاغوت يجب الكفر به. وعلى هذا كان فهم الشباب لقوله تعالى: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم". وهذا الفهم جعلهم يدعون إلى التحاكم إلى كتاب الله ونبذ ما سواه، وقد تحدثت قبل قليل عن الرجل الاسمر والرجل الابيض وانعدام الفارق الحقيقي بينهما لانهما يحكمان بنفس القوانين وهذه حقيقه لان الدستور الصومالي الذي وضع في الستينات بعد استقلال البلاد قام بوضعه محام ايطالي مشهور وقد طبقته الحكومه الصوماليه حرفيا اما شباب الحركه فقد فهموا بوضوح ان في حكم الله وشريعته الكفايه لخلقه ولا حاجه لهم الى غيره كما قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون واستوعب الشباب معنى تلك الآية ففهموا أن الدساتير والقوانين الوضعية كلها باطلة وأن كتاب الله وحده هو دستور المسلمين وكان مما ساعدهم على فهم تلك القضية بذلك الوضوح ما درسوه في كتب علماء السلف والخلف وما ورد فيها من أن من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر وهذه القضية كانت من أهم القضايا التي كانوا يحبون دراستها، لأنها كانت أهم قضية في الساحة في ذلك الوقت، خصوصا بعد أن أرسل المستعمر في العالم الإسلامي أنظمته وقوانينه، وأصبح الناس في العالم العربي يعتقدون برجعية الإسلام وتخلفه، ومن تلك الكتب التي كانوا يدرسونها رسالة بعنوان ردة ولا أبا بكر لها، لأبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى. والذي تحدث فيها عن ما اسماه بالرده الجديده بعد ان تكلم في الرساله عن اعنف رده مرت بالمسلمين في التاريخ الاسلامي وهي التي كانت رده القبائل العربيه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تصدي ابي بكر وواده لها في مهدها ثم تحدث عن واقع العالم الاسلامي اليوم وكيف اكتسحته رده عنيفه شبيهه بتلك الرده من حيث انتشارها الواسع وتغلغلها في طبقات المجتمع ردة ناتجة من الغزو الثقافي والسياسي الأوروبي وما كان له من دور في ظهور طبقة من المثقفين الماديين الذين يتسمون بأسماء المسلمين وتطغى عليهم فلسفة الحياة الغربية التي تقوم على الإلحاد ويهرعون إلى تطبيق قوانين الغرب في العالم الإسلامي حدثت هذه الردة ولكن ليس لها من يفزع لها كما فعل أبو بكر رضي الله عنه ومن الكتب التي حصل عليها الشباب كتاب إلى الإسلام من جديد للشيخ الندوي أيضا وذكر في كتابه هذا حاجة العالم اليوم إلى الإسلام والعودة إليه وصعوبة هذه الدعوة لغرابتها على أفهام الناس ويوضح في الكتاب أن الحل لهذه المشكلة يكمن في الرجوع إلى حقيقة الإسلام من جديد ونبذ صورة الإسلام الزائفة التي طغت على الحقيقة تلك الكتب وغيرها كان لها دور كبير في وضوح الرؤية للشباب وفهم واقع المسلمين كما هو في الحقيقة <applause> جزاك الله خيرا يا دكتور عندي اضافه على تلك النقطه التي فصلت فيها القول وهي ان الله سبحانه وتعالى وضح في كتابه قضيه الحكم وكونها من خصائصه سبحانه وقد تكلمنا عن الشيخ الذي اثار هذه القضيه واتخذ هذه الايه شعارا له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقد اجمع علماء السلف والخلف على انه يجب ان يكون الحكم لله وحده، وان الدين القيم لا يتحقق الا ان يكون الحكم لله وحده، وغياب الحكم الاسلامي يعني غياب الاسلام نفسه، وهي من المشكلات التي طغت على العالم الاسلامي اليوم، وقد فهم ابو الحسن الندوي رحمه الله هذه القضيه، ودراسته لواقع الامه اليوم جعلته يشخص حالتها بانتشار ظاهرة الردة في أوساطها، ومن ثم ينادي إلى الإسلام من جديد، ويحذر من الردة الخطيرة التي اجتاحت العالم الإسلامي، ولم يقم لها أحد كما تصدى أبو بكر رضي الله عنه للردة الأولى. وقد صور الشيخ أيضاً في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وضع المسلمين البائس وانحطاطهم لبعدهم عن الإسلام، وأثر ذلك الانحطاط على العالم أجمع. واستحاله الخروج من تلك الحاله البائسه دون الرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقضيه الحاكميه هذه قضيه وثيقه الصله بركيزه اخرى من ركائز الدين وهي ركيزه الولاء والبراء وتعتبر هذه القضيه الميزان الذي يزن به المسلم لمعرفه صديقه من عدوه ويفرق به بين القريب والبعيد أخبرنا يا دكتور مشكوراً عن فهم الشباب لهذه القضية. كانت هذه القضية من القضايا التي كانت واضحة لدى الشباب ولا تحتاج إلى بحث طويل. وقد فهم الشباب منذ اللحظة الأولى أن كل الحكومات التي أعلنت استقلالها كانت حكومات لا تختلف شيئاً عن الاستعمار. إذ قامت الحكومات المستقلة على دساتير الغرب وأنظمته. فلذلك لم يعترف لها الشباب بحق الولاء والطاعة. ولم يتخذوا من رؤساء تلك البلاد اولياء امور تجب عليهم طاعتهم ولم يلزموا على انفسهم تنفيذ اوامرهم بل كانوا يعتقدون وجوب اعلان البراءه منهم ومن دساتيرهم وقوانينهم والكفر بشرائعهم الطاغوتيه ومعاداتها وكانوا يعتقدون ان الولاء لا يكون الا بين المسلمين وهذا الفهم العميق زاد من ترابطهم وتوادهم وتماسكهم ببعضهم حتى اصبحت حياتهم حياه تسودها الاخوه والتشاور وكانوا يعلمون جيدا ان العلمانيه الصوماليه الذي تسمى باسماء المسلمين كعلي وعبده لا يفترق شيئا عن الرجل الغربي بسبب ولائهم للغرب وتمسكهم بمبادئهم وتفاخرهم بها واعتقادهم بانها طريق التمدن والتحضر وهكذا تحرر الشباب من كل قيود ارضيه يمكن ان تربطهم بهم لان الدين هو اصل الخلاف بينهم لقد كانت هذه القضيه واضحه وضوح الشمس للشباب ومما يدل على فهمهم لتلك القضيه بذلك الوضوح أن تأسيس حركة اتحاد الشباب كانت في عام 1968 ميلادية وفي شهر مارس من عام 1969 ميلادية حدثت الانتخابات الأخيرة لبرلمان الحكومة المدنية وقد شارك في تلك الانتخابات كل الصوماليين واندلعت الحروب الأهلية بين القبائل لرغبة كل منها في ترشيح كبيرها وكثرت الاغتيالات السياسية أما شباب الحركة فقد قرروا عدم المشاركة في الانتخابات لانهم كانوا يعتبرون المشاركة فيها مساهمة في وضع الدستور المخالف لشرع الله، لان المرشح بعد فوزه سيكون عضوا في البرلمان المسؤول عن القوانين الموافقة للدستور الذي وضعه الايطاليون للصومال، وكانوا يعتقدون بكفر من يرضى عن القوانين الوضعية، وهذا ما جعلهم يبتعدون عن المشاركة في تلك الانتخابات، وكان من المواقف المشرفة للشباب أنهم لم يكونوا يتحمسون أو يتعاطفون مع أطبائهم من مرشحي البرلمان، سواء كانوا آباءهم أو أعمامهم أو أخوالهم، ولم يشاركوا في التصويت لهم، لأنهم كانوا كثيرا ما يرددون قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بمعنى أنهم لا يتبعون شرع الله الذي شرعه لهم، ويتبعون ما شرعه لهم غيره من شياطين الإنس والجن، الذين لم يستأذنوا الله في تشريعه. وجاءوا بها من عند أنفسهم، وكان فهمهم العميق لهذه القضية عاملًا مهمًا لعدم مشاركتهم في الانتخابات. وهذا الموقف الصارم دليل على فهمهم لأصل الولاء والبراء بوضوح. تأس دليل ولا والبراء إني هذه يا دكتور ما سنتهي شكرا جزيلا لك يا دكتور. فمن المشاهد المالوفه ان كل قوه تظهر على الساحه ترغم الناس على الخضوع لها وغالبا ما يدعن لها الناس ولا يخرجون عن طاعتها بحجه الحفاظ على الامن ووحده البلاد او بحجه طاعه ولي الامر وعدم جواز الخروج عليه وغيرها من المبررات التي يقنعون بها انفسهم وقد بلغ الامر بالناس ان يقولوا بان الايطاليين ولاه الامر في البلاد وان على الناس طاعتهم واذكر ردا ذكيا لاحد العامه الذي قال لا طاعه للايطالي علينا لان الله اشترط لطاعه ولي الامر ان يكون من المسلمين وان كلمه منكم في الايه تخرج الايطالي من حق الطاعه لانه ليس منا ولا يكون منا الا اذا كان يحكم بكتاب الله فليس معنى الايه وجوب طاعه كل من تولى امرنا فطاعه ولي الامر مشروطه بطاعه الله ومن المثير للعجب أن يفهم شباب المدارس تلك القضية بذلك الوضوح في وقت كانت وسائل المعرفة محدودة وكان الغزو الفكري على العالم الإسلامي عنيفا جدا وكان التضليل وتلبيس الحق بالباطل على الناس وتشويه حقائق الإسلام شديدا وقد عاصرت بعض سنوات تلك الفترة التي طغت فيها العلمانية وتغليد الغرب إلى درجة استحياء الناس من ذكر البسملة باعتبارها كلمة يترزق بها المشايخ والسؤال هو كيف وصل الشباب الى ذلك النضج في تلك الفتره العصيبه؟ في الحقيقه لا يمكن هنا ذكر عامل اخر غير الفتح الرباني، لقد كان هذا النضج والفهم مع قله المراجع والتجارب السابقه ومحدوديه دراسه العلوم الاسلاميه في البلاد، لقد كان هذا الهاما من الله ان يفهم الشباب اساسيات الاسلام بذلك الوضوح وقيامهم للدعوه الى الله بالقليل الذي معهم فهذا فتح رباني وهبه الله لهم لحسن نيتهم واخلاصهم فلم يبتغوا بعملهم رئاسه ولم يكن لهم منه قصد اخر في وقت كان تدين الشباب المتعلم عيبا ومنقصه لمركزه في المجتمع وكان الشباب الملتزم معرضا للسخريه ناهيك عن الذي يدعو الناس اليه وتلك الظروف الصعبه التي كانت تحيط بهم هي التي تجعلني اعترف لهم بالاخلاص وقد يخطر على اذهان البعض أنني أبالغ في مدحهم أو أصفهم بما ليس فيهم، ولكن يكفينا دليلاً على ذلك التراث الأدبي الذي تركوه لنا، ففي هذا التراث شهادة قوية لما أنقله منهم، فمن أراد التأكد من ذلك فليرجع إلى قصائدهم وأناشيدهم التي ألفوها في تلك الفترة، وقد جمع بعض الإخوة الذين كتبوا عن تلك المرحلة في كتبهم نماذج من هذا التراث، كما سجله بعضهم بأصواتهم من أشعارهم، وأطلب منك يا دكتور يوسف أن تلقي علينا شيئا من تلك الأشعار لبراعتك في إلقاء الشعر الصومالي وبصفتك أستاذا للأدب الصومالي في الجامعة. جزاك الله خيرا أستاذي القدير هذا من تواضعك فأنت أستاذي في مادة الأدب في الجامعة وكنت بارعا في تذوق الأدب العربي وخاصة الأدب العباسي والأندلسي. ما زلت أذكر جيدا شرحك الشيق جميل أنك ما زلت تتذكر أنك كنت من طلبتي كنت أظن أنك نسيت ذلك بعد أن أصبحت أستاذا كبيرا أبدا لا يمكن نسيان ذلك فشرحك ما زال في مخيلتي حتى أنني أذكر شرحك لأبيات الشاعر الأندلسية التي شبهت الحصى في الوادي لجماله بلؤلؤة سقطت من عقدها فتلمسته خشيه ان يكون قد انفرط عقدها. شكرا جزيلا لك يا دكتور. والشكر ايضا موصول للاستاذ عبد القادر او موسى والذي كان لتدوينه في كتابه ذلك الشعر الجميل دور كبير في حفظ ذلك التراث. وسأذكر لكم الان بعضا من هذا التراث.

مرتدي قال مدعي بان نعي مدعي من ديل مرتدي قال مدعي بان نعي وحان نعي ديار دميغه لقد ننكي عندي درب بان نعي شعور عادي عجيبة وفي قصيدة أخرى يعبر الشباب عن رفضهم للطاغوت وندي دنهاي دنهي وان waan dinhay w didanahay dakoudnim wdaw didnhay akdnima wa waa doonn o doonana diintaya wa oo uduubanahay dinta nu lenh duba nahay waa sii badan <simitation> tahay <simitation> t dheer ubaahanta uligee waxaa kaloo kamida وهذه قصيدة أخرى يخاطب الشباب فيها الرئيس ويقولون مسلمين هدان نهي مؤمن ما رب مؤمن ما إلهي مي كتابك مسلمين هدان النهي مؤمن ما رب نجت هاي إلهي مي كتابك مسجد كل بدو قلبي مولاي لماي

دينتي دي داني دي دا دي دا دي ومن تراثهم الأدبي قصائد وأشعار كانت باللغة العربية شبابنا هيا إلى القرآن هيا إلى القرآن يا معشر الشباب هيا إلى القرآن ودرت كتاب الله فهو كلام الله وفيه حكم الله هيا إلى القرآن رموا كتاب الله فهو كلام الله وفي حكم الله هيا إلى القرآن والله وبالله قد كفروا بالله في ترك حكم الله هيا إلى القرآن وكعدها معنا والله وبالله قد كفروا بالله في ترك حكم الله هيا إلى القرآن ومن القصائد المؤثرة جدا قصيدة نظمها الشباب في السادس والعشرين من مارس عام 1969 وهو يوم الانتخابات الأخيرة قبل الانقلاب العسكري وتقول القصيدة مانتا 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 ما أنت ما مانتا 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 مرتدي ومنافق ملكتا أنت مانتا 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 والعلامة الحمراء التي على أيديهم دلالة على أنهم شاركوا في الانتخابات، لأن كل من كان يشارك في الانتخابات كانت تعلم يده اليمنى باللون الأحمر. شكراً جزيلاً لك يا دكتور على هذا السرد الرائع، وسنتوقف هنا في هذه الحلقة أيها المشاهدون الأعزاء. سنتابع في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، ونترككم في حفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أحسن قولا ممن